إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أسباب وعلاج الكحة عند الأطفال. تنتج الكحة في العادة عندما يقوم جسد طفلك بمحاولة تخليص نفسه من أحد مصادر الإزعاج مثل المخاط أو جسم غريب التي تكون نتيجة أمراض أو حالات صحية معينة. تعتمد طرق علاج الكحة عند الأطفال على السبب الكامن من وراءها، يعني على حسب السبب، حيث أن معرفة السبب تساعد في الاختيار طرق تشمل العلاج المباشر. أيضا الأسباب الشائعة للكحة عند الأطفال وطرق علاج الكحة عند الأطفال، أيضا يمكن للرشح أو نزلات البرد أو الإنفلونزا أو مرض الخانوق تؤدي إلى العدوى أو الالتهابات الخفيفة مثل الرشح أو نزلات البرد، عادة ما تسبب كحة، وأيضا تكون الكحة جافة قليلا. جميع أنواع الكحات المستمرة عند الأطفال أو يعني المتوسطة يمكن أيضا تكون راجعة إلى الإنفلونزا. فعلا يعني الإنفلونزا ممكن تكون راجعة لها. أيضا أن تسبب كحة حادة الإنفلونزا وجافة في بعض الأحيان أيضا، في حين أن بعض الأمراض مثل مرض الخانوق قد يسبب سعالا عاليا جدا مصحوبا بصوت أثناء التنفس، ويحتاج إلى طبيب يشخص هذه الحالة بالتفصيل الممل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.